يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فهذا باب لا تحل المطلقه سلسا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي. طبعا تكلمنا على هذه المسألة. فأبت طلاقي يعني طلقها ثلاثا، ورفاعة ورفاعة القرظي بني قرظي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. طبعا عبد الرحمن بن الزبير ابن بطياء، أبوه قتل في غزوة بني قريظة، أبوه يهودي، وابنه صحابي. يبقى أنا يعني بعيد عيد قراءة الحديث لأن صحفت الكلمة في الدرس الماضي. هو فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، الزبير بفتح الزاي وكسر الباء وليس الزبير. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ابن بطياء، هو ابن بطياء، أبوه يهودي لكن عبد الرحمن بن الزبير صحابي، سبحان الله. قال فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. نعم، هي مشكلة عندك صحيحة، هي مشكلة عندك صحيحة. إنما معه مثل هدبة الثوب، وهدبة الثوب يعني الخيوط التي تتدلى من طرف الثوب. وطبعا تشتكي من زوجها الجديد، يعني إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ رفاعة زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المطلقة ثلاثا لا تعود لزوجها الأول إلا إذا تزوجت زواجا شرعيا وكان في هذا الزواج وطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام لا أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. والمقصود بالعسيلة هو الجماع، نعم، تصغير العسل. فالمقصود بذلك هو الجماع، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهنا السنة تؤكد ما جاء في كتاب الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول فإن الطلاق، بعد أن قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد أي من بعد طلاقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. فقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، مع النكاح هنا بيتضمن العقد الزوجية مع الوطء، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولم يشذ في هذا المعنى إلا سعيد بن المسيب، وقوله شاذ مردود مخالف الحديث، فلعله لم يبلغه الحديث. يعني سعيد بن المسيب رحمه، يعني لا يغتر أحد بقول سعيد بن المسيب بأنه إذا عقد عليها الثاني حلت ثم طلق حلت الأول، لا، خطأ. لماذا؟ لأنه لم يعلم هذا الحديث. قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. حتى لو يعني طالما قول مخالف للحديث مصادم للنص فهو مردود على قائله، يعني كائنا من كان. نحن لا نتعبد بأقوال
يعني الناس، وإنما نتعبد بأقوال الشرع. والشريعة هنا بيّنت لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. لذلك جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة أنه لا تحل لزوجها الأول حتى تزوج زواجا شرعيا ويكون في هذا الزواج الشرعي بطل. والزواج الشرعي معناه أنه لا يكون فيه اتفاق. سألني سائل أمسي، طيب يعني لو اتفق على أن يتزوجها ويكون في الزواج وطء، لكن اتفق على مدة يطلقها بعد مدة، يبقى هذا زواج المتعب، أي ليس هذا زواجا شرعيا. وهو زواج المتعب اللي هو الزواج المحدد بوقت. فلو اتفق على حتى لو كان هناك وطء فالزواج بهذا زواج باطل. لماذا؟ لأنه تتحول من زواج شرعي إلى زواج إلى 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 إلى, إلى زواج المتعة التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم القيامة. ولم يشذ في هذا إلا المبتدع من الشيعة الروافض الذين يتعبدون الله جل وعلا بالفواحش، حاشا لله تعالى. فهذا محرم. فحتى لو اتفق على زواج ويكون في الزواج وقت، لكن اتفق على تحديد مدة للزواج، ليس هذا زواجا شرعيا انما زواج متعة. الصحيح انه زواج شرعي بلا اي يعني تواطؤ على انه هيطلقها بعد ذلك، ويكون في هذا الزواج جماع. طب لو ان ما ان يعني نوت في نفسها ولم يذكر أي شيء في العقد، لكن المرأة نوت أنها تزوج حتى ترجع لزوجها الأول، الزواج صحيح، لأن مسألة النوايا دي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن لو أن رجلا كان مسافرا فتزوج امرأة وهو ينوي في داخله أنه سيطلقها فيما بعد، ليس هذا زواج المتعة. جمهور العلم على ذلك، مسألة النية دي ممكن يغير رأيه إلا إذا تم الاشتراط في العقد. تم الاشتراط في العقد يبقى هذا إيه؟ زواج متعة، الزواج المحرم بالبطل. إذا فهمنا من الحديث هنا أنه لا تحل لزوجها الأول حتى تزوج زواجا شرعيا ويكون في هذا الزواج وطأ. أما الحيلة في ذلك فثبت فيها وعيد شديد، ومن ذلك ما رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أصحاب السنن: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ لعن الله المحلل والمحلل له. هذا فيه لعن كبير، وهذا يدل على أن هذا كبيرة من الكبائر، لأن حد كبيرة ما كان فيها حد أو كان فيها لعن أو كان فيها وعيد. قال: وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هنا المرأة صرحت بما يستحى به في العادة، أن لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير قالت: إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تشتكي أنه لا يعني لا تجد منه ما كانت تجد من زوجها الأول. لكن مثل هذا جائز عند الفتوى كما ذكرنا. نعم. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين. وفي رواية عند مسلم قالت: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقوا عسلته وتذوقوا عسلته. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم معناه ماذا؟ معناه إقرار أن يجوز التصريح، بيجوز بعض التصريح في الفتوى في مثل هذه المسألة. خالد بن سعيد بن عاص أنكر على أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجر به عند النبي صلى الله وسلامه عليه؟ لكن في الحقيقة أن المسألة فيها إيه؟ في مسألة الفتوى ففيها سعة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق الثاني، يعني تزوجت من واحد ثم طلق،
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. وهذا يعني يؤكد المعنى أن المطلقة ثلاثا لا يملك الزوج وجعتها حتى ولو لم تنقضي عدتها حتى تنكح زوجا غيره، ويكون في هذا النكاح الزواج وطأ. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. طبعا الشريعة عظيمة يعني، والمسلمون أمة متميزة، فحتى في قضاء الوطأ فليس المسلمون كغيرهم، وإنما أدبت الشريعة المسلمين. ومن هذا الأدب الأدعية حتى في هذه المواطن، الدعاء حتى في هذه المواطن. لذا قال ما باب ما يستحب أن يقوله، أي من الدعاء عند الجماع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. هنا النبي صلوات الله وسلامه عليه يرشد إلى الحال الكاملة وإلى الأدب الذي يستعمل عند الجماع، وهو أن يبتدئ بالدعاء. طبعا الجماع في قضاء الوطأ وقضاء الشهوة، لكن مع النية الصالحة من إعفاف الرجل نفسه وإعفافه أهله، فيعني يؤجر على ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن، أي يعني حين سئل أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟ قال: رأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزن؟ قالوا: نعم. قال: كذلك. إذن في الأدب الذي ينبغي أن يتأدى به المسلم، أنه لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله، فيبدأ بسم الله، وما ذكر اسم الله عز وجل على شيء إلا بارك الله في هذا الشيء، بسم الله، اللهم جنبني الشيطان. جنبني الشيطان يعني باعد بيني وبين الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي وابعده يعني، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. وهنا تكلم العلماء في معنى قول علي الصلاة والسلام لم يضره شيطان أبدا، هل معنى هذا أنه لا يصيب الشيطان بوسوسة أو بغواء؟ لا، العلماء حملوا هذا على لم يضره الشيطان أبدا، لم يضر يعني لم يطعن فيه، لأن كما يطعن الشيطان في كل مولود، ولذلك المولود يستهل صريخا. لماذا؟ لأن الشيطان يطعن فيه. نعم، فحملوا هذا على أن الشيطان لا يطعن في هذا الولد الذي جاء ثمرة جماع يعني في هذا الدعاء، يعني وابتدئ بهذا الدعاء. نعم، فحملوه على ذلك، لم يحملوه على أنه إلا يعني لن يكون هناك وسوسة ولا إغواء أبدا. لكن هذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على فضل الدعاء في ذلك، وأن هذا الدعاء مما ينتفع به الولد. فلذلك دائما المسلم يحرص على هذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أيضا ذكر اسم الله عز وجل، وهذا شيء مهم جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، والحديث ثابت في الصحيح، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، طيب. فذكر اسم الله عز وجل ستر للعورات، يعني ستر لعورات بني آدم عن الشيطان، وهذا أمر مهم جدا. فذكر اسم الله جل وعلا هنا بيستر عورات بني آدم عن الشيطان، لا يطلع على هذه العورات،
ومعنى هذا أنه إذا لم يذكر الله جل وعلا اطلع الشيطان على عوراته وعلى عورات أهله. لذلك يعني شوي علينا حين دخول الخلاء نقول حين قبل وحين تدخل حين تريد أن تدخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كذلك في الجماع. ففي الجماع فذكر اسم الله جل وعلا قبل الجماع في ستر العورات بني آدم عن الشيطان، وهذا أمر لا ينتبه إليه كثير من الناس. كثير من الناس لا يهتموا بمسألة الأذكار، وهذا خلل كبير جدا. الأذكار دي نعمة عظيمة جدا، حصن حصين من الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد في ذكر ويقوم في ذكر ويمشي في ذكر عليه الصلاة والسلام، يعني لما يخرج من بيته يذكر الله جل وعلا، دخل بيته يذكر الله جل وعلا، صعد سعي يعني يمشي عن الطريق يذكر الله، صعد شرفا يكبر، نزل يسبح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله على كل أحيان. إذا مسألة الأذكار سواء عند الجماع أو عند غيرها من الأمور المهمة جدا أن تتعلمها وتعلمها أهلك وتعلمها وتعلمها أو أولادك، وفي هذا تحصيل للشيطان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعوذ الحسن والحسين، نعم يعني يعوذه. كثير من إخواننا بيشتكي مثلا أولاده بيوصيوا بعض الكوابيس من نحو ذلك لأنه لا يعوذهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعني كان بقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، فيعوذ بذلك الحسن والحسين. فمن المهم جدا تتعود وتعود أهلك وأولادك أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الصباح والمساء، أذكار التي عند الجماع، فيكون عملك مختلفا عن فدايما المسلم شخصية متميزة حتى في قضاء الوطر وفي قضاء الشهوة. ولذلك كما قال رجل لسلمان علمكم نبيكم صلوات الله وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني أدب قضاء الحاجة. قال أجل علمنا ألا نستنجي ببول ولا برجع وألا نستنجي باليمين، هذا أدب أيضا حتى في قضاء الحاجة. البخاري رحمه الله تعالى بوب فقال باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. إذن هذا الدعاء مستحب عند الجماع. باب جواز جماعه امرأته في قبولها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للضبور. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحولا، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فقوله تعالى هنا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف ما شئتم. المهم أن يكون الإتيان، يعني سواء أتاها من أمامها من خلفها، المهم أن يكون الإتيان في موضع الحرث. موضع الحرث اللي هو موضع إيه؟ موضع الزرع، وموضع الزرع القبل هو الذي يأتي منه الولد. فدل ذلك على تحريم إتيان المرأة في الدبر سواء كانت طاهرا كانت أو حائضا، فالمرأة لا تؤتى من دبرها إنما تؤتى في موضع الحرث. طالما أنه يأتيها في موضع الحرث نعم فلا حرج عليه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، شفت التأكيد هنا فأتوا حرثكم، يبقى الإتيان هنا التأكيد على الإتيان في موضع الحرث أن شئتم كيف ما شئتم لا حرج عليه. فذلك المهم أن يكون الإتيان في موضع الحرث، وهذا في إبطال لضلالات اليهود والأباطيل التي كانوا يعني يقولونها. نعم إذن أن شئتم يعني كيف ما شئتم، المهم أن يكون الإتيان في موضع الحرث. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، يعني تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها. أو من هي من فراش زوجها، عندك زوجها يا زوجها زوجها، أما في تصحيف في بعض النسخ
باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة، مهاجرة يعني هاجرة، فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، حتى ترجع إلى فراشه. وفي هذا بيان طبعا اللعن هنا معناه إيه؟ معناه كبيرة من الكبائر، هذا أمر جلل يعني، ليس أمرا سهلا، لأن اللعن لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر. فهذا يدل على أن امتناع المرأة من غير عذر، يعني إذا لم يكن لها عذر شرعي، حتى الحيض ليس عذرا له. لماذا؟ لأنه له أن يستمتع بها يعني ما فوق الإزار. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، إذن في هذا تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها. إذا باتت المرأة مهاجرة يعني هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. سبحان الله، يعني حق الزوج كبير على الـ على الـ على على المرأة، وكثير من النساء لا ينتبهن لمثل هذه المعاني. هي قد تتعلل بأنها مراهقة أو تتعلل بأنها كذا، لكن هذا لا يجوز أصلا، هذا إلا إذا كان عندها عذر شرعي فعلا، مريضة أو نحو ذلك. فيعني فإذا كان عندها عذر شرعي فهي معذورة، وإلا فينطبق عليها هذا الوعيد الشديد. آخر الباب، ويأتي بإذن الله جل وعلا باب حكم العزل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.